بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلو من كل مكان. معاكم محمد. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة. إن شاء الله تبقى سهلة عليكم وجميلة إن شاء الله. مكوناتنا الأول الشربات الأول اللي أنا هعمله الأول حوالي 2 كوباية سكر وكوباية مية. طبعا السكر متعبر بالكوباية ديت ونص ليمون. الأول هجيب الحلة أحط السكر عليها المية ونص ليمونة على البوتاجاز بقى حوالي 7 دقايق، من 5 لـ7 دقايق، واسيبها تغلي على البوتاجاز. ويلا بقى عشان خاطر اعمل الكنافة. قبل ما اعمل الكنافة هجهز القشطة الاول، حوالي 2 كوباية كبار لبن وثلاث معالق نشا. الاول هجيب كسرولة كده افضي اللبن وهو بارد وعليهم النشا بالطريقة دي وقلب كويس كده. هو بارد لازم يتقلب كويس قبل ما يتحط على البوتاجاز كده. يلا بقى على البوتاجاز عشان خاطر نعمله الايه القشطة دي. حطيت الكسرولة كده على البوتاجاز، هفضل اقلب بقى كده لحد القوام بتاعها ايه ما يتقل معايا وارجع لكم ان شاء الله. القشطة الكدابة القوام بتاعها طول اهوت وبقى كده تمام اهيت، لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، في الوسط كده. طبعا كنت حاطه لها كيس فانيليا كمان عليها على اللبن وقلبتهم كده ايه كويس. يلا بقى عشان اعمل الكنافه. الكنافه دي كانت في الفريزر، خدتها ونعمتها بقت بالطريقه دي. هحط عليها بقى ايه كوبايه سمنه كده، قلبها كويس لحد السمنه ما تتغلغل فيها كلها. بالطريقه دي بعد ما حطيت السمنه وقلبتها عليها كلها كده، معايا معلقتين كبار سكر بودره كده. بعد ما قلبت الكنافه كده كويس جبت صينيه، ابدا ان احط الكنافه كده واحاول ان انا اعمل ديسك اول كده. لفيتها كويس كده واحاول ان انا الجوانب بتاعه الصينيه ارفعها كده شويه عشان القشطه لما اجي احطها ما تلزقش في الصينيه وتقوم ايه تتحروق الصينيه الكنافه ما تنزلش. فلازم نعمله ايه حرف كده، الديسك ده يعمل عازل بين الصينيه والقشطه. تمام كده هجيب بقى القشطه وافضيها. القشطه اهيت افضيها بقى عليها كده طبعا ما حطيناش عليها سكر لان في عسل والكنافه فيها سكر فكله بيعادل بعضه، ما ينفعش ان احنا نحط الايه كله سكر كده مش هتبقى طعمها حلو. فضنا كده القشطه على ابدا احط بقى بقيه الكنافه كده. بعد ما حطيت كميه الكنافه هبدا بقى انا اضغط عليها كده بس مش جامد عشان القشطه ما تطلعش مني من الصينيه. بالطريقه دي معلقتين سمنه بقى كده احطهم كده بقى على وش الصينيه واحطها في الفرن على درجه 200، ولما تطلع احطها في الفرن ولما تطلع من الفرن ان شاء الله هفرجكم عليها. الكنافه احمرت معايا بقت بالشكل ده، هبدا بقى انا اقلبها معاكم. بسم
بسم الله ما شاء الله تبارك الله. برضه احنا نحط لها بقى الشربات بتاعها كده، طبعا الشربات لا خفيف قوي ولا تقيل قوي، والشربات بارد لازم يكون بارد، لو الكنافة تطلع كده سخنة الشربات يكون بارد. اوزع الشربات كده كويس عليها كلها كده، واول ما احط الشربات ما شاء الله عليها بتشرب الشربات كله هيت. سبتها لحد ما شربت العسل بتاعها كله، بسم الله ما شاء الله. هبدأ انا اقطعها بقى كده، المنظر ده كده بعد ما قطعت الكنافة بالطريقة ديت. هبدأ بقى ان انا ايه اوريها لكم من جوه بقى. هي بسم الله ما شاء الله روعة روعة وجميلة جدا. حاجة كده وهم، بسم الله ما شاء الله القشطة من جوه اهيت ورقيقة وجميلة، بسم الله ما شاء الله جميلة، بسم الله ما شاء الله. ما تنسنيش بقى باللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم فيديوهاتي الجديدة أول بأول، وتكوني أول واحدة تشوفيها بإذن الله. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك للفيديو ودعما منك للقناة، واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.